رضا، اهلا بيك فندم. اهم ملامح القانون اللي تم اعتماده ايه امس من البرلمان المصري؟ هو طبعا لو حصل تعديل لقانون المرور الموجود حاليا اللي هو 66-73، عشان بس في بعض الناس انا اسف يعني خارج السياق بتقول ده قانون مرور جديد، لا مفيش قانون مرور. طب عشان كده مهم التوضيح، صحيح. نعم. فاحنا بنقول لا ده قانون مرور اللي احنا ماشيين بيه على طول، لكن في بعض المواد اضيفت وبعض المواد تعدلت. طيب اهم الحاجات اللي تخص الناس والناس فيها لغط شويه موضوع نزول السن رخصة قيادة الدراجة الآلية إلى 16 سنة. عايزين نفسر بس الموضوع ده. هو ده استحداث رخصة قيادة جديدة، بمعنى إن رخصة الدراجة الآلية اللي هو الموتوسيكل والتروسيكل زي ما هي، الموتوسيكل الكبير ده والتروسيكل زي ما هو سنه 18 سنة مش هينزل. تمام. رخصة 5 سنين زي ما هي مش مشكلة فيها خالص يعني. أي. لكن الدولة بتعرف حضرتك بتطور نفسها كل يوم. نعم. لما تلاقي في مركبات نزلت جديده والناس بتستعملها والناس بتستخدمها، صحيح، احنا ليه نعرف شئنا ام ابينا ان هي يوم 50؟ طب ما نعملها عشان امان لهم، وده على مستوى العالم. تمام، شغالين فيه برضه بالظبط. الحاجات دي موجوده كلها في كل دول العالم. ايوه. فقالوا ان في دراجه اللي هي بقى اسمها الدراجه الاليه الخفيفه، يعني برضه الموتوسيكل الصغير، يعني توضيح اكثر زي السكوتر كده، حاجه كده. انا اعتقد طبعا القانون قال ان اللائحه التنفيذيه هي يعني تحدد مواصفات تلك الدراجات الاليه الخفيفه والدراجات الاليه الاكبر منها. انا اعتقد مش هتزيد من 50 سي سي ل 125 سي سي بالكثير قوي يعني عشان تبقى صغيره، مش بس كده. قال ان هذه الرخصه تجدد سنويا، الرخصه دي مده سنه بس مش 5 سنين زي الثانيه. بس كمان قال كمان السيد اللي هيخوض المركبه من الشاب ده مش هيركب حد وراه، هو فقط يركب على هذه الدراجه الاليه المصممه كده بس عليه. لوحده. يبقى الإضافة الجديدة أو الشكل اللي حضرتك قلتها إيه؟ قلت استحداث الدراجة الآلية الخفيفة، الاستحداث هذا الاستحداث الجديد بالضبط. تمام بالضبط. يركبه فرد، يعني البنت لوحدها أو الولد لوحدها بالضبط يا فندم. نعم. طبعا الدولة شافت إن في موجود هذا النوع من المركبات، موجودين الشباب بيركبوه، صحيح، نطور امكانياتنا ونعملهم حاجه امنه بدل ما تحرروا مخالفات ويقنن ويقنن ومعاه رخصه. ومش بس كده، احنا نطمن على اولادنا ان هم بيعرفوا يسوقوا ولا لا، تعمل له اختبار، تعمل له رخصه قياده ولها شروط ومواصفات وكشف طبي وكده. وايضا انا اعتقد طبعا هي يعني مش موجوده واضحه في القانون، لكن هو بيتكلم على تأثير محدود على حركة المرور، ما اعتقدش هسمح له بيها على الطرق السريعه، اعتقد كده طبعا يعني. لسه هسأل حضرتك، هل اتحددت اماكن الحركه او حدود؟ هو ده لسه في اللائحه التنفيذيه اللي هتصدرها استاذ وزير الداخليه والدار العامه للشؤون القانونيه بوزاره الداخليه. لكن انا دي يعني من واقع خبرتي بقول هذا الامر يعني. والمنطق يقول كده، انا مش هطلع شاب عنده 16 سنه يطلع على طريق سريع ماشي بموتوسيكل تروسيكل سكوتر 50 سي سي ماشي بسرعه بسيطه جدا، صحيح. يعني ده من خطر ويعمل مشاكل. فبس كده احنا فرقنا كبير جدا. الناس ما تقولش هم نزلوا رخصه الراجل بتاع التوك توك 16 سنه ما حصلش. وليه التوك توك تحديدا؟ خد بال حضرتك انه ده اللي اتقال من امبارح. وش معنى اختاروا التوك توك؟ لانه الاطفال بتسوق التكاتك بالظبط. ما هو احنا كده اداره المرور وزاره الداخليه انت عارفه المجهود الكبير اللي بتعمله في الضبطيات كل يوم هذا النوع من المخالفات، فاحنا مش هننزله لان هي ما زالت معرفه التوك توك ده انه مركبه اجره. فلابد ان يكون يقود وعنده 21 سنه زي ما احنا، مش تغيير. وانه يبقى رخصه مهنيه ويتكشف عليه مخدرات وكل الاجراءات الرخصه المهنيه موجوده معاه الخاصه بالتوك توك زي ما هي، رخصته 5 سنين و21 والسن محدد والرخصه كل حاجه زي ما هي. الموتوسيكل الكبير بقى اللي هو 500 سي سي و700 سي سي قلت لك انت هتركبوا اطفال الحاجات دي؟ لا يا فندم، ما حدش قال كده. ده زي هو ما يقلش عن 18 سنة ورخصته مدة 5 سنوات وله شروط ثانية خالص ما لهاش دعوة بالدراجة الآلية الخفيفة اللي هي تبقى زي الموتوسيكل الصغير اللي موجود في كل دول العالم ماشية بيه. تمام. ده بالنسبة للموضوع الأولاني. الموضوع الثاني مهمني جدا طبعا، وأنا طبعا سيادة السيد من كلية فضل في التنبيه على إن إحنا الدولة ماشية باستخدام التكنولوجيا في الطرق كلها، لأن زي ما اتفقنا مش هينفع نشتغل بالنظام الكلاسيكي القديم، فبنتكلم عن النسخ الالكتروني تاني. حصل تعديل برضه في العقوبات. صحيح.
كان قبل كده القانون بيقول يتم سحب فلوس القيادة فقط. تعديل قال لا، سحب رخصة القيادة ورخصة التسيير ويتم نفس العقوبات الإدارية على رخصة القيادة، تبع رخصة التسيير هي طبعا مدير إدارة المرور المختص من شهر 3 شهور. وده كلام منطقي، لأن أنت النهاردة الدولة بتصرف مبالغ ضخمة جدا عشان تطور الطرق وتعمل شبكة الطرق دي كلها وتديرها بالحرف المرورية اللي هي التكنولوجية. وحضرتك مش عايز تساعدنا وتروح تركب الموتوسيكل بتاع حضرتك. أيوه. فبالتالي كان لازم نسحب رخصه العربيه عشان سيادتك تتفضل بقى مجبورا ان انت تروح مضطر ما يعرفش يتحرك. بس كده هنعاقبك اداريا كمان، لان انت قعدت الفتره كلها ما تعملش كده. طبعا في تعديل بسيط بيتكلم على يعني بالنسبه للاعلانات. الاعلانات دي كانت متاحه، اي اعلان اي حد بيركبه على المركبه يعني، وده شاف مجلس النواب وده بس ده اكتر موجود يمكن على الاوتوبيسات اكتر، على الميكروباصات اكتر، ولا وفي التاكسيات وفي ممكن يحط واحد مجسم وعامل اعلان والتاكسيات صحيح. لا احنا يعني ننظم زي العالم كل ما منظم مساله يعني، محدش قال لا، لكن هيبقى في تنظيم للمساله كلها. يعني يبقى مثلا القانون حدد ان انت حضرتك عشان دارة المرور بقى خلاص دارة المرور هي المختصه الاولى في هذا الامر، وهي اللي هتنسق اللائحه التنفيذيه تقول الشروط ايه هي بالظبط عشان تضع الاعلان فين ومكانه فين والكلام ده فين. ايوه. لكن الاهم من كده حضرتك انه ابتدى يعرف في القانون، اضاف مواد جديده في قانون المرور وقال مين هم بقى الناس اللي هتعمل الاعلانات دي. ما يبقاش بقى كل واحد عمال يعمل من دماغه، ده كلام محمود. قال الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية يعني هي اللي مسموح لها تعمل الإعلانات على الدعاية والإعلان التاكسيات أو على وعشان تبقى حاجة قوية وحاجة محترمة حصلها قال اللي شرس مالها عن 30 مليون جنيه. فده طبعا عشان تبقى حاجة محترمة ونضيفة ونفس الهدف. ده كلام مهم قوي يا جماعة، ده محتاج عناوين لوحدها كده وحاجة لوحدها بالزبط. لأنه كتير قوي بنلاقي الكلام ده ينطبق على التاكسيات يا فندم وعلى كله يا فندم، على على أي بما فيها بما فيها أتوبيسات هيئة النقل العام ولا كله يا فندم. ما هو أتوبيس كله يا فندم. الناس كده بتروح لها بتقول والله أنا عايز أعمل إعلان عندك في المقابل. تمام. يبقى في شروط جديده يا جماعه للاعلانات على المركبات او العربيات بشكل عام. امتى ده هيتطبق؟ مجرد يا فندم خلاص، مجرد ما ينزل في الـ 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 الجريده الرسميه ويتم التطبيق. تمام. وبقى قال طبعا مين من حقه يعمل كده؟ الشركات والمصانع والمحل التجاريه، ما حدش فارق حد يعمل اللي عايز طالما مركبتك يعني انت شركه اي، طبعا ما اقدرش اقول اسماء شركات يعني، اي شركه مواد غذائيه، اي مصنع، اي خلافه عنده عربيات عايز يتفضل يعني اي معلن شروطه. اي معلن يتفضل يعني، لكن هتبقى بطريقه حضاريه وجماليه. طب هتبقى ازاي فندم؟ يعني هل يعني الشركات خلاص اتفهم انه الشركات هي اللي هتروح، العربيات اللي تبع شركات او تبع هيئه نقل عام هتعرف تتصرف ازاي؟ حكومه في حكومه هيعرفوا، لكن مثلا التاكسيات الميكروباصات هيروح يا فندم للشركات اللي هي المعتمده يقول والله انا عايز اعمل اعلان تجاري، هو هيبتدي ثاني يصمم له الاعلان يوديه الاداره العامه للمرور، الاداره العامه للمرور بتشوف الكلام ده اللي هي اداره مرور اللي هي مختصه يعني، والكلام ده كله هينزل في اللائحه، هينزل كل ده هينزل كل حاجه للناس. هرجع تاني لمساله الموتوسيكل الصغير او السكوتر اللي كنا بنتكلم عليه. هل العقوبه هتنزل في اللائحه التنفيذيه ولا عقوبته صدرت في القانون اللي يخالف؟ ما هو نفس المخالفه اللي هيسيبه بدون رخصه قياده هيعاقب حسب القانون الموجود الحالي الموجود عادي جدا. على ذلك هم غيروا قانون الطفل، يعني حضرتك قانون الطفل ما هو اتغير عشان كده يعني. مش بس غيروا الكلام ده، لكن غيروا قانون الطفل ايضا بحيث ان هو يسمح ان هو ما يبقاش مخالف دستوريا يعني. ان هو يتم معاقبته طبعا يعني كلها بالغرامه. طيب. او الحبس او احداثين او سؤالي الاخير بقى، وناس كتيره قوي موصياني عليه علشان بس يعني اتخضوا من الارقام. أيوة. الرادارات يا فندم، الرادارات الجديده بتسجل ايه؟ والله انا كويس حضرتك، انا عايز اتكلم عن الموضوع ده لان بعض الناس قالت لي وانا عرفت خدوا مخالفات على الرادار، لقطهم وهو من غير حزام، ولقطهم وهو ماسك التليفون. بالظبط. ده الرادارات الجديده دي كمان موجوده فين بالظبط؟ اللي طلبت اي حد هقول لك الاماكن
وبيعمل ايه كمان؟ عايزين حاجه واضحه قدام الناس كلها. نعم. هو الهدف من الشحن من غرامك لكن الهدف ان احنا مصلحتك انت الاول، مصلحه الناس اللي سايره على الطريق ده. بعض الناس ذكرت مثلا الشارع الدستاني الشمالي تحديدا والجنوبي. نعم. والمحور، ان يقول لك ايه الفلاشات اللي عماله تضرب دي؟ يعني انا باجي جنبها ماشي 40 كيلو وربط الحزام هو عمال يضرب فلاشات وعمال يضربني. ايوه صحيح. صح مظبوط، هو بيعمل كده فعلا. لكن هو حضرتك يعني بيلقط كده عمال على بطال؟ يرق اي حد معدي يا فندم، اي حد معدي، اي مطار معدي. الملتزم والغير ملتزم. والغير ملتزم ليه بقى؟ بيه انت ممكن حضرتك ملتزم جايت عند الكاميرا دي ورحت ماشي 40 كيلو زي الفل. السرعة داخل المدة 60 كيلو عشان بس ما تفهم. أيوة او حسب ما محدد له المحور. كلنا بنعمل كده وبعد الكاميرا بشوية بنفتح. بيروح جاي فاتح على اخر وصل عندها يهدي. لا يا فندم، هو بياخد بقى طول الشارع ده اللي فيه هذه هذا النوع من الكاميرات ويقول متوسط سرعة حضرتك في الطريق ده كان كام. بس ما ينفعش فندم اخد مخالفه عشان الرادار لقطني 93، يعني برضو دي جامده شويه. 93 يعني الطريق 90. ما هو 90. حسب الطريق كام يا فندم؟ احنا عايزين نقول الطريق 90. 93 اخد مخالفه. انا طريق 90، انا طريق يا فندم المحور او الواحات. لا المحور مش او الدائري، اي طريق ايا كان. وفي لا وفي طرق كثيره 80، حتى الطريق الوسط بتاع امتداد المشير اقصد يعني 81 82 اطلقت مخالفه. لا يا فندم، ما هو حضرتك مديك الحد الاقصى. طيب هو المرور بيحط الكلام ده كده عشوائي يا فندم، 80 و90 و100 و120؟ لا طبعا اكيد. ده اللي مصمم الطريق ده بيقول له السرعه التصميميه الامنه للطريق ده ما يزيدش عن كده. فبالتالي لازم يعمل كده. نعم. بعد ما تزود لنا 10 كيلو، هي اصلها مش تزود 10 كيلو مش فصال 20 كيلو زي بعض. مش بس الرادارات مش حنينه برضه. ده اللي مصمم طرق، يعني انا ليس السر. نعم نعم نعم. ان الطرق دي بتنعمل كلها الاداره العامه للمرور بتختار الحاجه الهندسيه تقول له من فضلك اختارني او وزاره الداخليه تقول. وبالتالي يا فندم وبالتالي نرجع للنقطه الاساسيه، وبالتالي بيتجي لي مخالفه التليفون ومخالفه الحزام. الكاميرات اللي قلت لك عليها اللي بتضرب فلاشات دي بتضرب التليفون والحزام الامني الاثنين مع بعض بتجيبهم، عندها خاصيه دي بتتعمل. واللي بياكل حاجه برضه بتلقطه؟ لا ما ياكل، ده ما ياكل حضرتك، انا ما لسه ما عطلناش انه ياكل حاجه دي يعني. دي سلوكيات بقى اداب وقواعد المرور، لكن هو لازم أنا طبعا مش منطقي، مش معقول انت يعني احنا بنشوف النماذج دي. بقول لحضرتك بس على اللي بيتقال. نعم نعم نعم. طبعاً. مهم التوضيح. لا. بشكرك شكرا جزيلا سيده اللواء مدحت قريطه مؤيد.